السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مدارس ورياض الوطن العربي سوف نتعلم اليوم حرف جديد من حروف اللغة العربية. دعونا أولا نستمع إلى قصة هذا الحرف الجديد. لوحة المهن. بعد أن رجع طاهر إلى البيت قال لوالده عبد المطلب: يا أبي، طلبت إلينا المعلمة أن نتعرف الأعمال والوظائف التي في أسمائها حرف الطاء. فقال له والده: حاضر يا طاهر، أمهلني حتى يوم غد. في اليوم التالي أحضر له والده لوحة كبيرة مكتوب عليها المهن والوظائف التي فيها حرف الطاء. أحضر طاهر ورقة وقلما وأنعم النظر في اللوحة جيدا، وبدأ يكتب بخط جميل: طبيبة، طباخة، طيار، خياط. ثم توقف قليلا وقال لوالده: هذا جندي يا أبي، ولا يوجد في اسمه حرف الطاء. ابتسم والده وقال له: هذا ليس جنديا، إنه طيار يا بني. شكرا لك يا أبي. في اليوم التالي سلم طاهر اللوحة لمعلمته طاهرة، فأعجبتها كثيرا وعلقت على صدره وسام التفوق. والآن سوف أقوم بطرح بعض الأسئلة على هذه القصة. ما اسم الولد في هذه القصة؟ نعم، إنه طاهر. من يقول لي ما اسم والده؟ أحسنتم، إنه عبد المطلب. اذكروا لي يا أطفال الصغار الوظائف في هذه القصة. أنتم طبيبة، وهذه هي الطبيبة. طباخ، وهذا هو الطباخ. طيار، وهذا هو الطيار. وأيضا خياط. رائعين، أحسنتم، وهذا هو الخياط. إذن أطفال الصغار، حرفنا الجديد لهذا الأسبوع هو حرف الطاء وصوته إط. حرف الطاء وصوته إط. أطفالي الصغار، لدينا هنا كلمات تحتوي على حرف الإط: طائرة، طائرة. طائرة تحتوي على حرف الإط، وجاء هنا حرف الإط في أول الكلمة: طائرة. بطة، بطة. هنا يوجد حرف الإط في وسط الكلمة، في وسط الكلمة. بطة. بطاطا، بطاطا. لقد جاء حرف الإط في كلمة بطاطا مرتان، ولقد جاء في وسط الكلمة. بطاطا، بطاطا. أطفالي الصغار، دعونا نتعلم سويا طريقة كتابة حرف الإط. للإط أربعة أشكال: إط أول الكلمة، إط وسط الكلمة، إط آخر الكلمة متصل، وإط آخر الكلمة منفصل. نضع يدنا على النقطة، نقوم بعمل قوس إلى السطر، نمده إلى الأمام وننزل عمود مستقيم إلى الأسفل. إط أول الكلمة، إط وسط الكلمة، نمد يده ثم نقوم بعمل قوس ونمد إلى الأمام وننزل عمودا مستقيما. إط وسط
الكلمة. إط آخر الكلمة متصل له يد واحدة، ثم نقوم بعمل قوس وله يد وعمودا مستقيم. إط آخر الكلمة متصل، أما إط آخر الكلمة منفصل نقوم بعمل قوس ونمد يده إلى الأمام على السطر، ثم خط مستقيم إلى الأسفل. إط آخر الكلمة منفصل. هذه هي أشكال الإط: إط أول الكلمة، إط وسط الكلمة، إط آخر الكلمة متصل، وإط آخر الكلمة منفصل. أطفال الصغار، لقد ذكرنا كلمات والوظائف في القصة، وهي كلمات تحتوي على حرفنا الجديد وهو حرف الطاء وصوته إط، وهذا هو حرفنا الجديد إط إط. دعونا نتعلم سويا حرفنا الجديد مع مقاطع المد الطويل: طا طا، طو طو، طي طي. وهذه هي مقاطع المد الطويل: طا طو طي. والآن سنتعلم مقاطع المد القصير: ط ط، طو طو، طي طي. هذه هي مقاطع المد القصير. إذن طا طو طي مقاطع المد الطويل: ط طو طي مقاطع المد القصير. أطفالي الصغار، انظروا إلى هذه الصورة. نعم، إنها صورة طبيب. هل كلمة طبيب يوجد فيها حرف الإط؟ إط طبيب. أحسنتم، إط طبيب. دعونا نقرأ سوية كلمة طبيب حسب المقاطع الصوتية: طبيب طبيب، ط ب إب طبيب، ط ب إب طبيب. لماذا قرأنا حرف الإب والإي سويا؟ لأنه إذا جاء الحرف بعده أحد حروف المد آ أو إي نقوم بقراءتهم سويا: بي بي، ط بي إب طبيب، ط بي إب طبيب. انظروا إلى هذه الصورة. هذه صورة طالب. طالب. هل كلمة طالب يوجد فيها حرف الإط؟ أحسنتم، طالب إط طالب. دعونا نقرأ سويا كلمة طالب حسب المقاطع الصوتية: طالب طالب، طالب طالب. لقد قمنا بقراءة المقطع الصوتي لب سويا. لماذا؟ لأنه إذا جاء الحرف الأول متحرك وجاء بعده حرف ساكن نقوم بقراءته سويا: طالب طالب طالب، ط ب إب طبيب، ط ب إب طبيب.